فضيلة الإمام محمود كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، أحمد الله وأشكره. أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا. على الدكتور محمد المجدوعي كيف الحال؟ الله يبارك فيك يا شيخنا، وفقكم الله ورعاكم إن شاء الله. كيف حالي الدكتور محمد العيسى عساه طيب؟ طيب الله يطيب أيامك، وبلغت سلام الله يحييكم. أستاذ عبد العزيز كيف الصحة؟ الله يحييكم شيخنا، الله يبارك فيك ويسلمك. حييك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. تأذنوا لي أبدأ أرحب بضيوفنا الكرام. الله يبارك فيك، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة الإمام الشيخ محمود ديكو المنسق العام لتجمع أهل السنة والجماعة في إيماد، أخي معالي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي رابطة العالم الإسلامي، أخي سعادة الدكتور محمد البشير سيلة مدير مكتب الشيخ، سعادة الأستاذ أحمد دونجا ميجا المتخصص الإعلامي في تجمع أهل السنة والجماعة، أخي الأستاذ عبد العزيز الأيوبي، زملاء جميعا ضيوف الرئاسة من جمهورية مالي، زملاء منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لشد ما يسعدنا كثيرا ويبهجنا ويطيب لنا أن نستقبل هذا الوقت المتميز وهذه النخبة المباركة وهذه الكوكبة الموفقة من العلماء والشخصيات الإسلامية في هذه الجمهورية العريقة جمهورية مالي. فأهلا وسهلا بكم في رحاب وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. عمرة مباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وزيارة ميمونة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهلا بكم وسهلا، تشرف بكم بلاد الحرمين الشريفين قيادتها وشعبها وعلماؤها وأئمة الحرمين فيها. وإنني باسم الجميع لأرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولإمارة منطقة مكة المكرمة، ولإمارة منطقة المدينة المنورة، وللإخوة في وزارة الخارجية، وللزملاء في رابطة العالم الإسلامي بمقدمتهم أخي صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على هذه الجهود المباركة التي يخدمون بها ديننا ووطننا وولاة أمرنا حفظهم الله، ويمدون جسور التعاون والتكامل والتناغم والتنسيق بين قيادة وعلماء وأئمة هذه البلاد المباركة وإخوانهم المسلمين في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع. ولقارة أفريقيا عناية خاصة واهتمام بالغ، فهي قارة التاريخ وقارة الأصالة والعراقة، دخلها الإسلام مبكرا وآوت المهاجرين في هجرتهم إلى الحبشة، ورجالها من خيرة الرجال الذين خدموا دينهم
وأوطانهم ومجتمعاتهم، وحققوا ولله الحمد والمنة المنهج الإسلامي الصحيح الذي وصل بحضارته الإسلامية وقيمه الدينية إلى العالم أجمع. لم تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والحرب تقذف نار. أرحب بكم أيها الأخوة الكرام، صاحب الفضيلة الإمام محمود والوفد المرافق معه على زيارة مكة والمدينة، وشكرا لرابطة العالم الإسلامي على هذا التنظيم الرائع وعلى الامتداد الكبير والبالغ في العناية بالشعوب الإسلامية والعالم أجمع في إبراز حقيقة الدين المبني على صحيح المعتقد وسليم المنهج وعلى منهج الوسطية والاعتدال. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتحقيق الأمن والسلام الدوليين والإقليميين والعالميين اللذين هما صمام الأمان للعالم أجمع. ديننا الإسلامي الحنيف جاء بالمقاصد العظيمة وجاء بالأهداف القويمة والقيم النبيلة. أعظم مقاصده تحقيق الإيمان بالله عز وجل والحفاظ على الدين والعناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والاجتماع والاعتصام على هذا المنهج الحق. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلكم حفظ النفس البشرية من أن يعتدى عليها، سواء كانت من الدماء المعصومة التي كفل الله عصمتها، وكذلكم حفظ المال وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه التعاليم الإسلامية النبيلة هي ما حققها ديننا الإسلامي الحنيف، وهي ما تقوم بها المملكة العربية السعودية. وإن هذه الزيارة الميمونة المباركة التي يقوم بها هذا الوفد المتميز لتصب في مصلحة تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي والمسلمين في أنحاء العالم، لأن هذه البلاد قبلته، وهذه البلاد محل مناسكهم وشعائرهم، وهي تشرف باستقبال المسلمين في الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج والعمرة والزيارة. قد قدمت المملكة العربية السعودية في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا، التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي تصب في مصلحة الناس وتجعل محورها وركيزتها صحة الإنسان
ولهذا قامت بإجراءات احترازية وقائية تصب في مصلحة حفظ النفس البشرية. وشكر الله لولاة أمرنا هذه الجهود المباركة، ونشكر إخواننا المسلمين في جمهورية مالي وفي كل البلاد والعالم الذين اتسموا بالوعي ولله الحمد والمنة في تطبيق هذه الإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية. لقد قدمت المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين كل الجهود العظيمة ومنظومة الخدمات كافة، ومن خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين باستثمار التقانة واللغات والترجمة، ومنها اللغات الأفريقية السواحلية والهوسة، وكذلك اللغة المالية، كل ذلك حرصا على امتداد رسالتها الإسلامية والعالمية والحضارية. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه التوسعات العملاقة الاستثنائية الفريدة أعظم توسعات عرفها التاريخ في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تطوير منظومة الخدمات كافة الإدارية والمالية والعلمية والتوجيهية والإرشادية والفكرية والفنية والخدمية والهندسية والتقنية والإعلامية والحوكمة ومتابعة الأعمال والرقابة فيها، لنجسد الصورة المشرقة والأنموذج المشرف لهذا الدين القويم في وسطيته واعتداله، والحرص على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم ولم شملهم، فلا تفرقهم الخلافات ولا النزاعات ولا الانقسامات ولا القبليات ولا المذهبيات ولا الطائفيات ولا العنصريات، وإنما يجمعهم هذا الدين القويم بكتابه، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في هذه الأعصار أمام هذه التحديات الكبرى والمؤامرات العظمى. واجبهم عظيم ومسؤولياتهم كبيرة وحقوقهم جسيمة، لأننا نسعى للتعاون معهم وتنسيق الجهود وتحقيق التكامل والتناغم في مواجهة هذه التحديات، ومن أخطرها تحديات الإرهاب والتطرف والتكفير وحمل السلاح على المسلمين وتفريق صفوفهم والخروج على جماعتهم وولادهم، مما ينبغي أن يتنبه له المسلمون جميعا ولا سيما أهل العلم. وقد قامت رابطة العالم الإسلامي مشكورة بالدعوة إلى وثيقة مكة المكرمة التاريخية التي اجتمع على توقيعها والاهتمام بها والعناية بها أكثر من 1200 من الشخصيات والعلماء والمكونات الفكرية والعلمية في العالم أجمع. وهذه وثيقة تاريخية تذكرنا بمذكراتنا التاريخية في عصر النبوة كحلف القبول واجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع العرب وقبائلهم والناس جميعا في إحقاق الحق وإبطال الباطل وتحقيق الأمن والسلم اللذين هما فوق النجاة والخروج من التحديات المعاصرة. تعاني قارة أفريقيا من التنصير، وتعاني من الطائفية والتشيع والرفض
مما ينبغي أن يكون فيه أهل السنة والجماعة على دراية وعناية بالعلم، العلم النافع بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتربية الشباب وطلاب العلم على منهج الوسط والاعتدال. وقد سرني قيام هذا التجمع لأهل السنة والجماعة في مالي وجهوده المباركة بقيادة فضيلة الإمام محمود ديكو، وتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ومع علماء المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم سماحة الوالد المفتي رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومشايخنا في هيئة كبار العلماء وأئمة الحرمين ورابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين، كل هذه ولله الحمد والمنة التجمعات الإسلامية وفقت لمنهج الحق والقويم ومنهج الوسط والاعتدال في ظل هذه التحديات المعاصرة. وإننا لمتفائلون خيرا بإذن الله لقارة أفريقيا وللمسلمين جميعا بل للعالم أجمع بحرص قيادة هذه البلاد المباركة وأجهزة فيها ومنها رابطة العالم الإسلامي رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية وكذلك الجامعات في مكة المكرمة وبالمدينة المنورة بتعاونها مع طلاب المنح من أفريقيا ومن جمهورية مالي، كل ذلك سد في تحقيق المصالح العامة التي نحن أحوج ما نكون إليها. إنها فرصة مباركة وسانحة عظيمة أن تشرفوننا في الرئاسة والوكالة لشؤون المسجد النبوي. قد اطلعتم على بعض الجهود والأعمال التي تقدم في هذه الرئاسة بدعم ولاة الأمر حفظهم الله من أجل خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتهيئة الأجواء التعبدية والروحانية للقيام للمسلمين بشعائرهم وزياراتهم على أرقى وأسهل ولله الحمد والمنة منهج وسبيل. فجزا الله ولاة أمرنا خيرا وبارك في الجهود. واليوم نحن في عصر الإعلام الذي ينبغي أن يسخر لخدمة العقيدة الصحيحة والوسطية والاعتدال ومكافحة الإرهاب والعناية بالحرب الفكرية اليوم وكشف الشبهات التي يقوم بها من قل فقهه وعظم جهله في الشريعة وفي مقاصدها وحرصها على حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وجمع الكلمة ووحدة الصف ومراعاة آداب الخيار بين المسلمين. فقد اختلف الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد وقبلهم اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فهذه اجتهادات أبي بكر تلك اجتهادات عمر وهذا رأي عثمان وهذا رأي علي وهذا حكم عبد الله بن عمر وهذا ما اجتهد فيه عبد الله بن عباس وكانت القلوب وابن مسعود وكانت القلوب صافية وسليمة في عذر شرعي وعدم حمل للغل والحقد والحسد على أحد من المسلمين. المسلمون تجمعهم راية وشعيرة الكتاب والسنة وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. ما أحوجنا في ظل الخلافات الإرهابية والطائفية أن نجتمع على الكتاب والسنة وأن يجتمع أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح وأن يكون بينهم تعاون وتنسيق. وهذه الزيارة المباركة الميمونة بهذا الوفد من جمهورية
بكمية مال تصب في تحقيق هذه المصالح العظيمة والمقاصد النبيلة والأهداف السامية. فحياكم الله وبياكم، كل الشكر والترحيب بكم، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم في ربوع المملكة العربية السعودية وبمكة المكرمة في المدينة المنورة، في حقكم فرصة العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأبشركم أن التوجيهات الكريمة من ولاة أمرنا حفظهم الله في تواصل أئمة الحرمين الشريفين وخطبائها وعلماء المملكة العربية السعودية مع إخوانهم المسلمين، ولا سيما في القارة الأفريقية بجملة مالي على سبيل الخصوص، وإن شاء الله الزيارات متواصلة وأنتم في القلوب، ونحن نحبكم في الله وندعو لكم من رحاب مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة بأن يجمع الله القلوب وأن يصلح الأحوال وأن يحقن دماء المسلمين وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يحفظ المملكة العربية السعودية رائدة بالأمن والسلام اللذين هما محور هذا الدين العظيم. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والسلام، الله هو السلام، والجنة دار السلام، وتحية الإسلام السلام. والشيخ الإمام محمود ديكو إمام جامع السلام، فأهلا بالسلام وأهله، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان. فدعواتنا للوالي أن يحفظ إخواننا في مالي، فهم على قدر عالي وفي مكان غالي في قلوبنا ونفوسنا. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله للجميع العون والتأييد، وأن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا وأمننا وإيماننا، وأن يحفظنا وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار. شكرا لخادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين، شكرا لرابطة العالم الإسلامي على هذه الجهود الحثيثة ومد الجسور مع المسلمين ومع العالم أجمع في حراك فاعل نشط مؤثر، ولله الحمد والمنة. وجزا الله ربنا معالي الدكتور محمد العيسى وأخي معالي الدكتور محمد المجدوعي وفريق العمل معهم على هذه الجهود المباركة، ومنها أن أتاحوا لنا في الرئاسة اللقاء في هذا الوقت المميز. وشكرا ثم شكرا ثم شكرا لفضيلة الإمام الشيخ محمود فيكم وليوفي المرافق معه على هذه الزيارة الميمونة. واليوم أنتم في مكة وفي المدينة، وغدا إن شاء الله نحن عندكم في مالي بحول الله وقوته في تواصل وتعاون دائم وتنسيق دائم في كل ما يهم ويصلح أحوال المسلمين ويقوي رابطتهم ويشد أزرهم ويحقق وحدتهم واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما أمام هذه الظروف وهذه التحديات. وينبغي أن نعنى باتقانها واستثمارها في الدعوة الإسلامية، وأن نقوم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد النعم. ولا بد أن نصبر وأن نصابر وأن نرابط وأن نثبت على الحق، وأن نكون كلنا ثقة، أن نكون كلنا ثقة بتوفيق الله وفضله وعونه وتثبيته لنا. فأهل السنة والجماعة يعانون اليوم من تحديات كبيرة
في داخل صفوفهم وفي خارجها، ولا مخلص منها إلا صلاح القلوب والتوجه إلى علام الغيوب والحرص على المعتقد الصحيح والمنهج السليم والسير على منهج السلف الصالح خير القرون رحمهم الله، والاستفادة مما عليه علماء هذه البلاد المباركة بدعوتها الإصلاحية والتجديدية على العقيدة والإيمان ومنهج السلف الصالح في الوسطية والاعتدال ورعاية الأمن والسلام والحرص على الرفق وجمع الكلمة ووحدة الصفوف، وأن نصبر على هذه الحرب الفكرية والإعلامية والتقنية التي تشن عبر مواقع التواصل، مما تزيدنا والله إلى تماسكا وثقة وصلابة في الخير وفي الحق والحزم في تمسكنا بديننا، ولو كان ذلك على أحب من الجنة، فكيف ونحن نشهد لله الحمد منا التفاؤل والأمل والإيجابية والرغبة والقبول من المسلمين وغير المسلمين؟ وما جهود رادفة العالم الإسلام خافية، ولله الحمد والمنة على هذا الانحراف وهذا التفاعل العالم والحضاري في إبراز مقاصد الإسلام النبيلة وأهدافه السامية العظيمة. فلنبشر ولنؤمل ولنتسلح بالتفاؤل دائما والإيجابية، والحرص على تجديد الوسائل والعرض والأساليب لتكون أساليب أصيلة وأساليب معاصرة تحقق المصالح الوضعية والمقاصد الشرعية التي نسعى إليها جميعا لتحقيق خير الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للجهود ويوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أكرر شكري وتقديري لهذا الوقت ولفضيلة الشيخ محمود ولفضيلة المراد معه ولرابطة العالم الإسلام ولزملائي في الوكالة على حسن استقبالهم واقترن ضيافتهم. والله الله سيرسل ضيوفنا خيرا وتكون صورة مشرقة ونموذجا مشرفا لأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استقبلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم يستقبلون أتباع الحبيب والسائرين على سنته. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونلتقي بكم دائما على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمود عنده مشاركة. أي نعم دكتور محمود تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وصلاحة الشيخ، حقيقة العبارات تنقصني، أنني استفدت كثيرا مما استمعت منك من فضيلتكم. وأولا أتوجه بالشكر إلى الله تبارك وتعالى، ثم الشكر إلى المملكة العربية السعودية وعلى رأسها مولاي خاتم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى سماحتكم، الشكر لكم وسماحتكم على هذه الكلمات الطيبة وهذا الاستقبال الحار وكرم الضيافة. والله ينقصنا نحن العبارات نعبر بما في نفوسنا وما في ضميرنا، ونشكركم على كل ما تبذلونه وتبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين بل خدمة الإنسانية جمعا. ونقدر ونعتز بمواقف المملكة العربية السعودية اتجاه كل القضايا العادلة في العالم، ونشكركم أيضا على هذه الجموع الكثيرة من الشباب الذين تخرجوا من المملكة العربية السعودية من الجامعات وتعلموا هذه العقيدة الصافية التي تسعى لنشر العقيدة الصحيحة
عقيدة السماحة وعقيدة المصارحة والتعايش السلمي وبيننا بين كل الأجناس وبين كل الأديان. ونحن الحمد لله تبارك وتعالى استفدنا كثير من هذا ونتعايش مع كل الأديان وكل القبائل وكل الأجناس عندنا بدون أي خلاف فيما بيننا. وتعرفون وكما تعلمون أننا في هذه السنوات الأخيرة يعني أصبح عندنا أزمات يعني بالنسبة لبعض الإصابات من الشباب المتشددين أو المنحرفين وبعض المسلمون بالغلو، وهذا سبب لنا مشاكل كثيرة عندنا. لكن الحمد لله والشكر له سبحانه أن كثير وأغلبية الشباب الآن أدركوا أن المنهج الصحيح هو الاعتدال والوسطية، والأغلبية من الشباب الحمد لله ولله المنة والفضل أنهم رجعوا إلى الطريق الصحيح وإلى المنهج الصحيح. وإن شاء الله بمساندتكم ودعمكم وزيارتكم إن شاء الله لنا هذا سيكون سبب إن شاء الله بإذن الله في توطيد هذه العلاقات وهذا الرجوع إلى المنهج الصحيح الصادق. سماحتكم محبوب عندنا، محبوب، والشباب ما شاء الله يحبونكم، وما شاء الله كل واحد يريد أن يستمع، وعندنا في المسابقات كل واحد يريد أن يكون مثل السديسي، مثل السديسي كما يقولون ما شاء الله جزاهم الله خير. ونحن إن شاء الله نتمنى أن نراكم عن قريب، قريبا عاجل إن شاء الله بإذن الله. ولا يفوتني أن أشكر القائمين بالعمل في هذه الوكالة وفي الرئاسة وأخص بالشكر والتقدير يعني معالي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى على هذه الدعوة الكريمة. وأشكر المملكة العربية السعودية وكامل الشكر على خادم الحرمين الشريفين مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بالإخوة وهذه الوجوه المنورة كأمثالكم شيخنا وسماحتنا. ونبلغ السلام إلى كل العلماء وإلى كل من يقوم بالدعوة في هذه المنطقة وفي العالم، وجهودكم إن شاء الله مشهورة ومنشورة ومعروفة. ونحن إن شاء الله بإذن الله نقوم بواجبنا ونقوم بما نستطيع أن نقوم به إن شاء الله بإذن الله في إيصال هذا الخير وفي نشر هذه العقيدة الصحيحة الصافية التي تنبض العنف والتطرف والإرهاب وما إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وكما أشرت إليه في الكلام إن شاء الله عن قريب آجل نريد أن أزيارة سماحة الشيخ لجمهورية مالي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم ما شاء الله على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. والله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة لأهلنا في مالي. ما شاء الله. الحمد لله. السعادة من الحرمين الشريفين. أهلا وسهلا. إن شاء الله على خير. إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور مزدوع، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله معالي الشيخ. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويمتعكم بالصحة والعافية. الله يسلمكم. جعلكم سالمين. الله يبارك فيك. أنا حبيت أقول تحيات معالي الدكتور محمد العيسى. الله يبارك فيك وجهودكم وكلماتكم الطيبة الضافية للجميع. الله يحفظكم. وأبشركم كانت زيارة موفقة للحرمين في مكة والإخوان أيضا في المدينة، ما قصر. الله يبارك فيكم، يعني سهل أمور الزيارة أمس ولله الحمد منا. نشكر الله ثم نشكركم ونشكر الجميع على هذه الجهود الطيبة. الدكتور محمد دفركي بحب يسلم عليك. الله يبارك فيك، من المؤسسة الثقافية في جنيف، وسبق أن لقى معاليكم. الله يحفظكم.
يا عم الله جميعا. عليكم عليه السلام. السلام عليكم ورحمه الله فضيله الشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا عنا بما تفضلتم به. جزا الله خير الاخوه في مكه المكرمه وفي المدينه المنوره على حفاوه الاستقبال. انا ضمن الوفد الذي اقصه والرابطه الذي اقصه فضيله الدكتور المجدوعي. وابلغكم السلام والتحيه من سعاده السفير فتح خيال والاخ الشيخ سفيان الهاجري. ويبلغكم عبد الله يتبعي ويسلم عليكم ويسر الدعاء ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا عنا عما تقومون به. جزا الله خير المملكه وحفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.